اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. وحانه في طفره كبيره بتشهدها محافظه اسيوط في اعمال تاهيل وتبطين الترع ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه، ودلوقتي وصلت نسبه التنفيذ حوالي 65% من اجمالي اعمال المرحله الاولى في المشروع. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام. محافظة أسيوط كان لها نصيب كبير من المشروع القومي لتبطين الترع الذي تم تدشينه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يتضمن المشروع تنفيذ أطوال بلغت حوالي 125 كيلومتراً ما بين تأهيل شبكة ترع وشبكة مصارف وشبكة مساقي عمومية ممتدة ومترامية، وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 65%. المبادرة تستهدف تأهيل المساقي العمومية والخاصة، حيث يجري العمل على تأهيل 66 كيلو مساقي بمركز الفتح على ترعة المعصرة والشيخ سويفي وغيرها، وذلك للحفاظ على كل قطرة مياه، بالإضافة لتحقيق العدالة في توزيع المياه ووصولها إلى نهايات الترع، وخاصة بعد السدة الشتوية الحالية. مهمة تأهيل وتبطين الترع بالمحافظة لا تنتهي بعد الانتهاء من المشروع، بل تشمل أيضاً متابعة لهذه الترع وضبط المناسيب ومقارنتها بما كان قبل التأهيل لتحقيق الحفاظ عليها، بجانب متابعة صيانة الترع وتأهيل الجسور بحيث تكون صالحة لمرور الآلات بالمحافظة. معنا على الهاتف المهندس عمر سيف النصر، مدير عام الري بمحافظة أسيوط، عشان نتعرف منه على كل التفاصيل. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح النور يا فندم. صباح النور. يا أهلا بحضرتك. عايزين منك في البداية كده شرح وافي لما تم في هذا المشروع في المحافظة. بالنسبة لمحافظة أسيوط يا فندم، نحن حاليا بنأهل حوالي 300 كيلو أطوال ترع على الطبيعة، نفذنا منهم تقريبا حوالي 72%، يعني حوالي 215 كيلو، وبنعمل كمان حاليا إعادة طرح وترسية لعمليات جديدة بحدود 300 كيلو. يعني إن شاء الله على 30/6/23 بإذن الله نكون يعني أهلنا 600 كيلو أطوال طرق في محافظة أسيوط بإذن الله. باشمهندس، إزاي بيتم اختيار الترع والمجاري المائية في المحافظات لإدراجها ضمن خطة التأهيل والتبطين؟ بنختار يا فندم في محافظة أسيوط هنا والترع المتعبة يلي هي فيها مشاكل في وصول المية في النهايات. هل بيكون في تواصل مع الناس مثلا؟ المحافظة بتشتغل ازاي علشان تحدد الترع والمجاري المائية اللي مستهدفة يحصل لها عملية تبطين؟ يعني نحن سنويا في فترة أقصى الاحتياجات بنبقى عارفين نحن كإدارة ري وهندسات الري المختصة هنا الترع اللي فيها مشاكل المية، عن طريق مرور مهندس الري المختص دائما وبيعرض لنا تقرير دوري، بالاضافه لعندنا روابط منتفعين مشكله على كل الترع من المواطنين برضه دائما بيعرضوا الامر في الترع اللي فيها مشاكل وكده، فبضطر بنحط لها كاولويه اولى على اساس المياه توصل للنهايات بسرعه. يعني تمثل صوت الناس يعني. بالظبط. عظيم. باشمهندس، المشروع ده من شانه الحفاظ على المياه، عايزين نعرف من حضرتك كمية الهدر اللي كانت بتتم قبل عملية تبطين الترع واللي هتحافظ عليها أو هيحافظ عليها هذا المشروع. والله يا فندم، هو المشروع بيدبر يعني مية تقريبا من 30 لـ40%، يعني لو حصة محافظة زي محافظة أسيوط مثلا قول 4 مليون متر مكعب في اليوم، يعني ممكن نصل في الحالة دي ل 2 مليون ونص، فشيء كويس يعني بصراحة يعني. وبعدين المشاكل خفت، يعني أصبح مفيش مشاكل في نهاية الترع المتعبة. يعني وبرغم انه نحن المشروع لسنه او سنه ونص او سنتين كده، لكن المياه حاليا بدات ما يبقاش في مشاكل ميه في المحافظه. بسبب انه نحن اهتمينا بالترع اللي فيها مشاكل ميه وتم تاهيلها، فبامانه المشروع حقيقه مشروع قومي هام يعني. طبعا يا باشمهندس الصوره بتختلف خالص بعد التبطين. اتكلمنا عن ردود افعال الناس لما بيشوفوا ده، و هل الموضوع قاصر على القرى اللي تبع الحياة كريمة ولا الموضوع ممتد خارج مبادرة حياة كريمة؟ بالنسبة للمجال المائية، طبعا المجال المائية كانت داخل القرى والنجوع يعني منظر غير حضاري في البداية، لكن حاليا أصبح منظر حضاري جميل، المواطنين مبسوطة به خالص، بالإضافة أنه أصبح في نظام للري بقى، يعني المواطن مبسوط انه الميه بتوصله في المناوبه في اول يوم في المناوبه الميه بتوصله، فردود الفعل يعني ممتازه جدا يعني. الناس اللي ما كانتش بتوصل لها الميه في الاول قبل التبطين. نعم يا فندم. الناس اللي ما كانتش الميه بتوصل اراضيها قبل التبطين.
كانت توصل بصعوبه جدا يعني بصراحه، وكانت يعني توصل لو يوم في المناوبه تبقى يعني كويس، لكن حاليا من اول يوم في المناوبه تصل المياه لنهايه الترع يعني. فده شيء كويس يعني. تمام باشمهندس، عمليه التبطين بيكون معاها كمان عمليه لتطهير الترع من الحشائش اللي كانت موجوده، و عايزين نعرف منك مدى تأثير وجود هذه الحشائش على المياه، واحنا طبعا عارفين والمزارعين كلهم عارفين ان هذه الحشائش بتكون فيها كمية كبيرة من الحشرات بتضر كمان المحاصيل الزراعية. الترعة قبل التبطيل يا فندم كان بيها طبعا عشان فيها اطماء وكده، فكان يظهر فيها الحشائش الغاطسة والجرفية والغاب، وكان ده يسالك كمية كبيرة من المية، وكان برضه بيلم افات وكده. بعد التبطيل يا فندم مفيش حشائش اصلا يعني، مفيش اي حشائش جرفية او غاطسة، اصبح الترع مجرى مائي نظيف وحضاري اصلا يعني. عظيم. فبالتالي الترع اللي بتتبطل ما فيش فيها تطهير لانها اصبحت نظيفه وما فيهاش اطماء وما فيهاش مخلفات. ما انا بقول لحضرتك ده الاثنين بيبقوا مع بعض يعني، احنا بنبطن الترع في نفس الوقت طبعا ما بيكونش فيه حشائش، لان احنا بنزيل الحشائش اللي كانت موجوده في هذه الترع، وبالتالي المزارع هو كمان مستفيد لان محصوله هيطلع محصول هيبقى فيه جوده في المحصول. طبعا يا فندم، هو قبل التأهيل مباشرة ان احنا بنطهر الترعة، وبعد كده بنحط الأحجار والخرسانة، وأصبحت الترعة خلاص ما فيهاش حشائش أو حاجة، والمياه نقية وجميلة يعني بصراحة. طيب يا باشمهندس، ده بيتم بالأيدي العاملة الموجودة داخل المحافظة؟ يعني هنا جميع العمالة بتبقى محلية. يعني لو داخل القرية العمالة برضه بتبقى من داخل القرية. وده بيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة بكل تأكيد. ده فرص كبيره يا فندم يعني. هنا اعمال التاهيل يعني، عايز اقول لحضرتك انه في اعمال التاهيل داخل المحافظه هنا تقريبا يعني الشركه او المقاول بيدور على العماله عشان يشغلها يعني، كميات اعمال كبيره ومشاريع حقيقه برضه داخل المحافظه كبيره مفتوحه، فمستهلك عماله كتير يعني. طيب يعني عايز اقول لحضرتك من ضمن المشاكل اللي بتواجه المتخصصين او المنفذين انه يعني قله الايدي العامله يعني، هو بيدور على بنا الحجر، بيدور على فرماج الخرسانه كده يعني. طيب هل المزارعين بيبقى مطلوب منهم اي حاجه؟ لا يا فندم. الفلاحين اللي الترع دي بتعدي على اراضيهم او بيروا اراضيهم من الترع دي، مطلوب منهم اي حاجه؟ لا يا فندم، لا مفيش اي حاجه، كله على حساب الدوله والراحه الكريمه والخطه الاستثماريه لوزاره الموارد المائيه والري والتوجيهات في هذا الشان يعني. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس عمر سيف النصر مدير عام الري بأسيوط، بنشكرك طبعا على كل هذه التفاصيل. وزي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا، احنا خلاص قربنا من الانتهاء من اعمال تبطين الترع في هذه المحافظه. مردوده ايه؟ مردوده ان المياه بتوصل لنهايات الترع، مفيش هدر للمياه، الترع مطهره، المياه نقيه، فبينعكس على المحصول. في نفس الوقت المزارعين مش مطلوب منهم اي حاجه، لا بيساهموا مساهمات بجهد او بتعب ولا مساهمات ماديه، ده مشروع الدوله هي اللي بتعمله لتطهير الترع للحفاظ على المجاري المائية، وفي نفس الوقت تحقيق أقصى استفادة للمزارعين. صحيح. وبجانب ده كمان الشكل الحضاري اللي موجود داخل القرى شيء عظيم الحقيقة، ويمكن احنا نزلنا وشفنا الترع بعد ما اتبطنت شكلها عامل ازاي، والناس على مواقع التواصل الاجتماعي ما بتبقاش مصدقة انه المشاريع دي بتتم في مصر، لكن لما بتشوف الصور وبتشوف قبل وبعد الوضع كان عامل ازاي بتحس بقيمة ما تفعله الدولة المصرية. صحيح.